الو بس تفضلي. الو ايوه تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. قصر على التلفزيون شوي. قصر على التلفزيون؟ اي نعم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ انا حلمت عندي ثلاث احلام الله يجزاك خير. قولي واحد بس والبقيه ان شاء الله تاتي. واحد بس تفضلي. الله يجزاك خير زين ما يخالف. حلمين الله يجزاك خير والله لي اسبوعين وانا اتصل عليكم. ماشي ماشي تفضلي 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 يا منى. جزاك الله خير. اول حلم تحلمت انها طايحتني سنوني اليسار. نعم. واخذتهم في يدي طحم في يدي واخذهم وقعد اغسلهم بالماء. طيب طيب الثاني 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 وثاني حلم يا شيخ حالمتني اني مكه شرفها الله ساكنتم فيها سكنان يعني بيتي فيها مكه شرفها الله كان بيتك في مكه؟ اي سيد بيتي مكه ساكنه واروح قلت مكه البيت شرف الله قريبين عندي قلت بروح مشي يم البيت باخذ عمره. ابشري بالخير يا ام نواف. الله يبشرك. ابشري بالخير طال عمرك هذه رؤيه أي. طيبه تسمع الاجابه ان شاء الله. اي وامشي لان في ديني حنا محلتني ديني وفي ذهب في ديني وصابعي في خواتم وديني بيض ووجهي وجهي امشي علي اباطي وعلي نغاطي. يوم طيب. جيت عند البيت شرفها الله بدش لانها كالمره ناطحتني قالت وريني وريني يا زين الحن اللي في دينك هذا بشوفه. تقعد طيب. تطالع فيه قلت هذا حنة بعد ما شفتي شيء بعد توت طيب. بعد ما سويت الحنة الزين لأنها كان طوع هذا كبرى لحيته هي شيخ قاعدا عند البيت شرفها الله كني قرض ضفيرة أيوه. قال لي عندها شكل دشي دشي يا حجية دشي دشي واعتمري اعتمري وعيني خير يقول لي هالشكل. طيب خير ان شاء الله. خلي الكلام خلي الكلام يقول دشي جزاك الله خير واعتمري. ابشري بالخير يا منواف ابشري بالخير ابشر ابشر. بالنسبة للأخت مها غرفة النوم وليلة القدر غرفة النوم تدل حياة المرأة الزوجية والعائلية إن كانت جميلة والإحساس كأن ليلة القدر في المنام يدل على التقرب إلى الله ودعواتك الصالحة لهذه الأخت لعل الله يعافيها ويشافيها. النجوم في المنام ذرية الإنسان أو العلماء كما قال سبحانه وتعالى وبالنجم هم يهتدون والعلم عند الله. أما أم نواف يعني نسأل الله أن يمد بعمرها ويبارك في 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 مالها وأبنائها وبناتها. هذه رؤية جميلة جدا يا أم نواف وهي بشرى خير كما قال سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا. طبعا هي رأت كأن أسنانها سقطت في يدها. طبعا أسنانك يا أم نواف هم أقاربك إن كان الأسنان العليا فهم الرجال وإن كان الأسنان السفلى فهم النساء. غسل هذه الأسنان زوال الأمراض والهموم والمتاعب عن الذرية والأهل. رؤية مكة المكرمة تدل على يعني الحج تدل على العمرة كما قال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة. وأما بالنسبة للحنة وإذا كان عندك يا أم نواف يعني بنات فهذا زواج لبناتك والخواتم أيضا ذرية وأحفاد لك بإذن الله. رؤية الرجل الملتزم والمستقيم على الطاعة رجل صالح وقد يكون واعظ الإنسان في قلبه أي إيمانه طيب في قلبه لعل الله سبحانه وتعالى يوفقك لكل خير وصلاح والعلم عند الله.